شوفي شوفي ليش مبسوط؟ عشان 500,000. عن جد صرنا 500,000؟ ايه. ياي واخيرا قوم شوفي للبابا مبشره انه صرنا 500,000. يلا ياي ياي. شوفي دنيز الا البابا شو صار الا 500,000. وين؟ على اليوتيوب؟ قناة ماما صارت 500,000؟ ايه قناة ياسو ماما صارت 500,000. ياي يا ماما مبروك. يا عمري قديش مبسوط. عبال المليون يا روحي. تستاهل انت ملايين انت. هو لانه دنيز شطور. ايه لانه العالم حبوه. ليك صارنا 500,000. ايه لانه العالم حبوه لدنيز او صار 500,000. بابا شو بتكسب لهدية؟ ليه؟ هديت شو بابا؟ والله بيستاهل دنيز لازم نجيب له هدية. حاسس قلبي انه متفقين انت وياه هيك حاسين على شيء. شو بدك شو اتفقتوا انت والماما؟ ما اتفقنا على شيء، هلا مانا متفقين بس انا كان خاطر على بالي انه بس صرنا 500,000 حقق له دنيز 5 أمنيات، شو رأيك؟ ايه صدام. ياه 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 بسم الله بسم الله بسم الله. انصدم الصبي قبل ما احقق له الامنيات. يلا شو هدول الامنيات؟ يلا تعال دنيز. بس بيكونوا صعبات كثير. حنخلي 5 دقائق، فكر بالخمس امنيات وقلنا ياهن ونحقق له ياهن، تمام؟ بس ما تصعبون. ما يكونوا شغلات صعبة يا بابا، تمام؟ ماشي رح حاول. يلا يا بابا. يلا. تعال نتركه ون. يلا ها، تفضل. اجا وقت تحقيق الامنيات، يلا. فكرت بابا شو بدك امنيات؟ شو بدك فكرت؟ فكرت ولا ما فكرت؟ لا لك ليش؟ طب شو جاي على بالك أكثر شيء؟ جاي على بالي اشتري كتير كاندي. اوف 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 شو كتير يعني؟ بيسرق قده. وليه؟ ايوه علي تكرم عينك، ألف طلب انت هالطلب، شو هالأمنية هاي؟ بايخة. يلا هاي أول أمنية، مشي يا بابا نحقق له إياها، يلا جهز المصاري ومشي. يلا. ياي شو بدنا نجيب هلا؟ كانديز. يلا مشي استنى عم حل الكانديز. يلا وصلنا محل الكانديز. يلا حط الكف ايدك عشان تنقع كيفك. يلا جاهزة ايدك. يلا يلا بطاطا. ايه شوكولا بابا يصل ايدك وشكرا. شو بدك كمان؟ شو بدك بطيخ؟ هذا اسمه بحب يلبس بطيخ. في بطيخ يمكن هون في بطيخ. يلا حط بطيخ. طيب خذ بطيخ. هذا برتقال وليمون. حطهم يلا حطهم. يلا يلا ما نقيت شيء. طب ده لا تسكره. جامي بير معك تمام. ما صارت. يلا ما وصل عدد الجليل. يلا عدد يلا خد الجليل. يلا حطه كمان. هذا نجمات. يلا هلا بنجيب نجمات. تو كولا كولا كولا. يلا قومنا شكرا بشهر. يلا تمام هيك. يلا هلا نشتري. خذ الجليل. تمام هيك تحققت اول امنيه عندك؟ ايه. يلا كلهم لنشوف. ما بدك تطعمينا معك؟ ايه. طيبات؟ صحة وهنا طعميني. دودة؟ يلا هاي بعد ما حققنا الامنية الأولى رح ننتقل للأمنية الثانية. يلا شو جاي على بالك يا دينيز؟ شو أمنيتك الثانية؟ اختار الشيء اللي بدك اياه، أكثر شيء بتحبه. بدي أطعمي البطاطا الحديقة. شو بدك تطعميها؟ بدي أطعميها الخبز. ايه شو هالأمنية هاي؟ على ما كل الأمنيات هيك، تكرم عينك. هلا بناخذ خبز وبنروح. يلا يلا يلا. خذ هدول خبزات البطاط. البطاط ها ما تاكل من لون؟ ليك البطاط عندك في البيت. ايه والله وصلنا على البطاط. هي هدول نايمين. تعال بدنا ندور على فايقين. تعال في منهم فايقين. يلا تعال طعمية. ليك هون في وحدة عم تشرب مي. تعال 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 طعمية. يلا زدت الخبز لنشوف. ما شافت الخبز؟ لاكي هنيك.
وين باقي البطات؟ ما لقينا غير بطة واحدة. وينهم؟ ما في، في تنتين نايمين جوا. نايمين جوا بالقفص، وفي هاي ما عم تاكل. كان مليان بطات غريب، معقول فاتي لجوا نايمين جوا؟ هلا رح نشوف نطلع. يي فاقوا فاقوا، يلا يلا طعمية طعمية. يلا زدت لهم. ايه ما عم ياكلوا، بنا جوعانين. ليكا هلا بيلا ليكا انه رح يجوا يعني. واخيرا اكلوا، يلا يلا زدت لهم. بدك زدت لهم اياهم جنب تمون. شو في بابا ليش جاي راكد؟ بابا طلعت النية دي حلوة. شو هي الأمنية بابا؟ بس تيجي بعد أزمة. هي حقها كثير غالي؟ بس معلش تكرم عينك، لأني وعدتك حقق لك 5 أمنيات رح أجيب لك أحلى بيضة أوزمو. يلا مشي معي. ياه لفوت نشتري أوزمو، يلا يلا يلا. تعرف وينه؟ نجيبه. ياه أوه يلا نقي واحدة لشوف. تفضل نقي. قلب الحوف. هذا له وش قلب حوف؟ ما احلاها. يلا يلا ماشي نشوف شو بقلبها. يلا يلا نفتح الاوز ونشوف شو بقلبها. يلا يا بطل. طلع عم يبكي. اخذنا وش قلب نحن، ليش طلع عم يبكي؟ ما بعرف. طيب يلا كون عم يبكي افتحنا نشوف شو بقلبه. طلع لك حوريت بحر والنوتة حلوة. يا حلوة واو عجبتني. احلاها. عطيني اياها. يا سيادنا تصير مسخة. يا سيادنا تصير مسخة. انا مهم بابا نطفى. بابا. شو في دنيز ليش عم تعيط؟ قال سيادة تصير مسخة. والله يا بابا صار لي زمان ما غسلتها، شو بدنا نساوي؟ انا قلت اغسل لك اياها. طيب شو رايك نساوي الامنية الرابعة انك تغسل لي السيارة؟ حلوة. يلا روح الى الماما خليها تجهز لنا الاغراض مشان نطلع نغسلها. يلا يا ماما اعطينا مكنسة. ليش بدك المكنسة؟ بدي اغسل السيارة مع البابا. عن جد كنت تغسل السيارة؟ شو خطر على بالك كنت تغسل السيارة؟ هاي امنية من امنيات دنيز لانه صار لها سنة موسخة السيارة. عن جد شو هالامنية هاي؟ هو اللي جاب له شو عرفتين؟ يلا رح اجهز لكم لكن اغراض تنظيف. يلا حبيبي رح اجيب لك مكنسة. يلا تفضل يا دنيس، تقدر تعطيها لبابا؟ يلا اعطيها هلا بينما انا اجهز ادوات التنظيف. ايه واو شكرا يا دنيس. يلا بطلع لك اذا بتاخذها على مغسل ما بينظف لك اياها هيك. دنيز اشطر حدا بالعالم. عجبتك غسلة السيارة؟ لكن عم تلعب مقضية لعب. شو بابا عم تساعده لدنيز؟ طبعا عم ساعده لدنيز. ايه ما تخليه يتعب. يا سلام صارت عم تلمع من جوا، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. صارت عم تلمع، يلا ضل بس من برا مشوا. يلا يلا حط الليرات مشان تشتغل. بطل شطور برافو. ايه هلا بدنا نرجع جديدة والله. واو برافو عليك يا بطل. يا في قطة يا محلاها. قطة على نفسك كده حسن بابا. الله محلاها من القطة. بابا شو في بابا؟ في قطة. شو بدي اسوي لهم؟ النت خلصت بدي قطة. يا بابا لسه ما خلصوا امنياتك؟ بدي قطة. شوف محلاها.
اوف شو في يا بابا؟ احلى من القطة بالقطة. هات شوفيني؟ هي وحدة لونها ابيض. طيب ماشي بابا، كانوا وقتك 500. هلا رح دور لك على القطة وبس لقيت رح جيب لك اياها، ورح جيب لك اياها لون ابيض كمان تكرم عينك. يا شكرا بابا. بس في شرط انه هذا الفيديو يوصل للألف لايك لحتى نجيب له قطة لدنيز بيضة بتجنن. وصلنا الفيديو لألف لايك. وصلنا الفيديو ألف لايك. وهلا صار لازم ننهي الفيديو ونروح ندور على قطة حلوة لدنيز. انتظرونا بفيديو اللي نجيب فيه قطة لدنيز. كلها مشان القطة، كلها مشان القطة. سلحك لهون عم بوسك. يلا اذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك، اشتركوا بالقناة، بحبكم كثير. باي باي دنيز دنيز. نقار الخشب صار. باي باي. يلا باي باي باي.